الكرة الأرضية شهدت ثلاث ظواهر فلكية بديعة زينة السماء وبينتظرها متخصصين وهواة الفلك، وده لرصدها ومتابعتها بالعين المجردة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب. وأعتقد ده موجود في الأيام اللي فاتت. ويا رب يا رب تفضل موجودة كده، لأنه فعلا الظواهر دي بتبقى جميلة جدا، خصوصا لما يكون في إمكانية لمتابعتها ومشاهدتها بالعين المجردة. الثلاث ظواهر دي هي خسوف القمر، وده هو الخسوف القمر الأخير لعام 2024. الظاهرة الثانية هي اكتمال بدر شهر ربيع الأول العام الهجري الحالي، والظاهرة الثالثة كمان هي اقتران بديع لكوكب الزهرة. نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معانا على التليفون دكتور ياسر عبد الهادي، رئيس أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. لو تكلمنا عن الثلاث ظواهر بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما حضرتك تفضلت بالتقديم، فعلا كانت في ثلاث ظواهر شهدتها الليله اللي فاتت. حقيقه كانت يعني انا بسميها ثلاث هدايا من السماء، لان الحمد لله رب العالمين انتهينا من رصدها دلوقتي اخر حاجه، يعني من حوالي ساعه تقريبا. اللي هي ظاهرة خسوف القمر الجزئي، لأن الحمد لله ربنا أهدانا سماء صافية جدا في منطقة حلوان اللي فيها معهد القمر للبحوث الفلكية والشيوخ في الزكية، ومكنتنا من رصد هذه الظاهرة بشكل بديع فعلا، برغم قصر أو صغر حجم الجزء المظلل من القمر عند وسط ظل الأرض. فهو الظاهرة زي ما حضرتك تفضلت هي بدأت يعني الساعة 3:41 صباحا بتوقيت القاهرة في شكل خسوف شبه ظلي. ده طبعا العين المجردة ما بتحسهوش خالص، الأجهزة بس الحساسة هي اللي بتقيسه. تمام. الساعة 5:12 بدأ الخسوف الجزئي تدريجيا كده، دخل القمر في منطقة الظل، خرج من منطقة شبه الظل ودخل منطقة الظل، وبدأ يعني الظل يغطيه شوية شوية لغاية لما جه في الذروة اللي هي كانت الساعة 5:44 وغطى وصل للذروة بتاعته، وكان القمر مغطي حوالي 3.5% أصلا ظل الأرض مغطي 3.5% من سطح القمر الظاهري طبعا، واستمر لغاية الساعة 6:15 ورجع تاني خسوف جزئي. طبعا احنا استمرينا كمان نص ساعة قبل ما القمر نفسه يغرب بعد كده، وطبعا انتهى يعني الظاهرة اكتملت بعد كده في بلاد أخرى، يعني ما قدرش هنكمل. دي بالنسبة لظاهرة خسوف القمر، دي أول ظاهرة طبعا برضه توافقت مع اكتمال شهر بدر شهر ربيع الأول. دايما الخسوف بيبقى كده بيتوافق مع الاكتمال البدر بتاع الشهر العربي. طيب في ظاهرة تانية اقتران كوكب الزهرة، واللي بيعتبر من ألمع الكواكب مع النجم سابكة، لو مش عارفة اسمه أنا بقوله صح ولا لأ، سيكا قلب العقرب. القصة دي القصة دي يعني إيه دلالتها وإيه علاقتها ببعض؟ خلينا نفهم. هي لا ما لهاش علاقة خالص بموضوع خسوف القمر أو باكتمال البدر. دي ظاهرة بتحصل كتير، الاقترانات دي أصلها بتحصل كتير جدا ما بين الكواكب وبعضيها، وناس كتير جدا هواة الفلك والتصوير الفلكي بيحبوا ان هم يتابعوها. دي بتحصل حتى كمان ما بين القمر وما بين الكواكب الاخرى والنجوم الاخرى، يعني مثلا يعلم كده ان مثلا المشتري او الزهره او المريخ او زحل بيكون في حاله اقتران مع القمر. معنى كده يعني اقتران ايه؟ اقتران معناها ان انا لما ببص بعيني المجرده بلاقي ان هما الاثنين زي ما يكونوا كده على صفحه جنب بعض. طبعا هم مش جنب بعض ولا حاجه، لان طبعا وكانهم كبير جدا. يعني لو عرفنا مثلا ان المسافه بيننا وبين القمر تقريبا حوالي 400,000 كيلو، فالمسافه بيننا وبين المشتري طبعا حوالي 700 مليون كيلو، لكن هم ظاهرين قدامي زي ما اكون انا بشوف منظر ثنائي الابعاد، مش شايف البعد الثالث بتاعه. بيكونوا قريبين جدا، الفرق الزاوي ما بينهم بيكون يعني في حدود درجتين ثلاثه خمسه بالكثير، فبيكونوا قريبين فبيعملوا شكل بديع في السماء، لكن ما لهاش علاقه بموضوع اكتمال البدر او ظاهره الخسوف الحاصل. طيب دكتور، في بعض الاوقات الناس بتربط ما بين مثل هذه الظواهر والابراج، مواليد بقى برج العذراء وبرج العقرب والكلام ده كله، هل فعلا في اي وجه ربط؟ لا طبعا، هو اصل يقولوا ده برج ترابي وده برج هوائي وده برج مائي لما يكون القمر بيقترن بكوكب، يعني بنسمع الكلام ده كتير. لا الكلام ده مش كلام علمي خالص. تمام. يعني هو في ناس بتدعي ان ده كلام علمي، ولكن
بيصنف ضمن ما يسمى بالعلوم الزائفة. هو الأبراج موجودة، الأبراج كأجسام فلكية، هي عبارة عن أبراج، هي تجمعات نجمية برضو مقترنة ببعضها. بمعنى إيه؟ يعني أنا شايف مجموعة نجوم مع بعضهم كده بيمثلوا شكل معين، وهما طبعا بعيد جدا عني وبعيد جدا جدا عن بعضهم على فكرة، لكن هم علشان ضخامة حجم السماء وأنا شايف طبعا أبعاد شاسعة جدا، العين بتميز بس اللي هو النظرة الثنائية الأبعاد مع الأبعاد دي كلها. فأنا زمان الناس بقى ربطوا كده، خيالهم كان واسع والسماء كانت صافية وكده، فربطوا كانت الأجواء ملائمة يعني للتخيلات دي. تخيلات بالضبط، كان مثلا مجموعة الجوزاء، مجموعة الدلو، ومجموعة الحمل وهكذا، تخيلوها على شكل هذه الأشكال. لكن هي طبعا النجوم دي كلها يمكن لا تعرف عن بعضها شيء، ويعني مثلا هي لا تدرك ان هم اصلا ضمن هذه المنظومه، يعني هي مجرد تخيلات ولا تدرك احنا ولا تدرك احنا بنستغلها ازاي او بنستخدمها ازاي. احنا بنستخدمها يعني ان مجرد عباره عن توقيتات لعبور الشمس، يعني الشمس بتنتقل في 12 برج، هم ده 13 يعني عشان الدقة، يعني اللي هم دول اللي احنا عارفينهم، عارفين 12 منهم مشهورين جدا من اول الحمل لغاية اخر برج فيها اللي هو الحمل الجوزاء وهكذا، يعني دول 12 دول من ضمن 88 برج موجودين بالفعل في السماء. يمكن ناس كتير جدا او اللي هم مش مهتمين بعلم الفلك ما يعرفوش مثلا ان في برج او كوكبه او مجموعه اسمها الجبار، او مجموعه ثانيه اسمها الحصان الطائر او ما شابه ذلك، يعني دي لان الشمس ما بتمرش فيهم. فهي بس كده، ودي ما لهاش علاقه طبعا لا بالحظ ولا بالطالع ولا بالشخصيه، يعني كلها حاجات ما اثبتتش الناحيه العلميه بتاعتها الا من خلال بعض الملاحظات اللي هي قد تصدق وقد لا تصدق. يعني الشخص الطيب هو طيب بصفاته، والشخص المؤذي هو مؤذي بصفاته، بلاش يعني نقول ان الابراج هي السبب. قال لك مواليد برج الجبار، لو حد عارف انه مواليد برج الجبار ده هيصدق نفسه. يعني. الشمس للاسف ما بتمرش في برج الجبار ده، والا طبعا كان من ضمن ال 12 ان هم كانوا بيمروا. طيب الظواهر الفلكيه اللي اتكلمنا عليها في بدايه الفقره بتحصل بوقت محدد بنبقى عارفينه، وهي موجوده كل سنه، وكل محبي متابعه النجوم والظواهر الفلكيه بيبقوا عارفين، ولا طبعا هي بتخضع بقى للتغيرات الجويه وبتخضع لنسبه طريقه لف الشمس والارض حوالين بقى نفسها او حوالين الشمس؟ كل الظواهر اللي بتحصل احنا بنكون حاسبينها وعارفين مواعيدها وبدايتها ونهايتها كلها في الدليل الفلكي اللي احنا بنصدره سنويا، وتكون يعني مسجله ومعروف توقيتاتها تماما. يعني بالنسبه لعلاقه الكلام ده بالظروف الجويه، الظروف الجويه لو ظهرت في اي ظرف من الظروف دهيت من الاحداث دهيت خلاص ممكن يعني ما اقدرش ان انا اقصده. ولذلك انا في اول كلامي قلت ان الرصد النهارده كان الحمد لله هديه السماء. ليه؟ لان السماء كانت صافيه الحمد لله، ما كانش فيه سحاب، حتى كمان نسبه الملوثات الجويه والضوئيه كمان كانت قليله، فامكننا ان احنا نشوف ليله رصد الحقيقه اللي كان معانا اللي قدروا ان هم يسهروا الليل دي وكده ويتجشموا عناء المجيء يعني في المكان البعيد دهوت، يعني استمتعوا بليله فلكيه جميله جدا، يمكن احسن من اللي شافوها على البث المباشر. يعني حتى البث المباشر كان كويس، ولكن اللي شافها على الطبيعه انا شايف ان هو فعلا كان استمتع بها. صحيح، بكل تاكيد. كل الشكر ليك يا فندم دكتور ياسر عبد الهادي، رئيس ابحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه، شكرا جزيلا لحضرتك.